مباشر على البث المباشر يطلع لنا شويه المشاهده ونبداو القصه ديالك الحزينه ان شاء الله. بكره خير ان شاء الله. كل خير ان شاء الله. انا بغيت غير نعرف الوالده ديالي ونعرف كاينين معاها خوتي اخرين معاها كيقولوا لنا كيقول واحد توأم معايا كيبان لي راقبني في اش ديال هذاك السيد. واحد المره اكتشفت شخص بحالي قابلته افاس افاس كيش بالك باللحية عارفك هو اخو هو قصير بحال والو عارفني. قصة غريبة هذه. قصة غريبة. انا البطل. انت البطل ان شاء الله. 56 سنة اللي متل على القصة ديالي غنكون انا البطل. داكشي ديال السميات الخاويات غيتحيد وغيبقى البطل الحقيقي. دابا انت ما غتحبسش تلقى الام ديالك يمكن. ها؟ ما تحبسش تلقى الام ديالك. ما نحبسش واخا نقدر نموت في الطريق. لا حول. دابا حنا بدينا على بركة الله. متابعي قناة زيد عندي شوية الكرسي عندي هانت. لا لا غير ابقى صافا ودخل الكرسي شوية لهنايا. مرحبا على بركة الله. متابعي قناة الشوف تي في راك على المباشر. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. افتحية لكم من هذا المنبر منبر قناة. نتمنى الخير من عند الله. السلامة والعافية للجميع. قصة للعبرة وقصة أقولها لرضات الوالدين وقصة ناس اللي كيلوحوا والديهم والناس اللي كيعرفوا والديهم فين وما كيمشيش عندهم. هذا إنسان كيدبر على الأم ديالو ويعطيكم فوقاش بدا يدبر عليها منذ سنوات وسنوات وسنوات. يقول على اللسان ديالو ما خرجت سخر من آخر مرة شتها. هادي عاودنا قصة صادمة وقصة حقيقية وكاين كما قال لي من وراء سر اختفاء الأم ديالي كاين مجموعة من الأسرار. انت على المباشر دابا مع خوتك المغاربه. قلت لي باغي نفتح قلبي لشوف تي في باغي نخوي قلبي على شوف تي في وعارف ان شوف تي في غتعاوني باش نلقى الام ديالي. انا نعطيك المايك وعاودنا القصه ديالك. السلام عليكم اولا وثانيا كنسول على هاد السيده اللي سميتها الحسناوي عيشه اختفت من الدار ديالنا من ايهرش ليجن اجدير تازا اختفت 1975. انا كنت كنقرب مدرسة ولكن انا ما خديتهاش كأم. انا حطوها لي بلا استمرت الواليد. داك الشي علاش ما فهمتش وما عرفتش. انا خداوني منها ما عرفتش واش تسرقت حيت كانت والدة جوج. ما عرفتش واش تسرقت كانت في حالة غيبوبة ولا دفعتني هي سميتو ولا دفعتني هي في الغرامة عبر الغلط اللي اكتسبته ضد ها المربية ديالي ضد المربية ديالي. انا هاد الاسرار اكتشفتها غير راسي ما حكى لي حتى واحد. جوج ورقات من الحالة المدنية وما عندي هما الاسرار. كاين ناس مع الاسرار. شنو الاسرار؟ الاسرار اللي اكتشفت على هاد الام ديالي انها كانت امي وانا ما عرفتهاش واستغلوني كعبيد في الجهه اخرى من المراه الاولى ديال الوالد وولادها واختفت الوالده وانا ما فراسيش يعني مشات مرت الوالد صافي ما خديت حتى شي نظره على شي حد يعني ما عجبتهاش البلاد ومشات. ولكن داخل ديك السيده كانت الام ديالي الحسناوي عيشه الرباط الزعير. انا كنظن انني تسرقت منها. واحد الاحتمال كيقول لي انني راه عطوني في الغرامه هي والاب ديالي ربما ما كنت يعني داروا الغلط مور الزوجه الاخرى تلاقوا وتزوجوا وقيل كانت علاقتهم غير شرعيه ربما كانت علاقتهم غير شرعيه وطلبت لهم انا في الغرامه. هذا الشيء اللي كنعتبره جوج الاحتمالات اللي كاينين عندي. احتمال انني تسرقت من امي في حاله غيبوبه حيت ما نقولوش انني تسرقت صافي غادي تفيق وما غاديش تلقى الحل وتقول لهم فين راه حيت احنا تولدنا جوج يقدر يتسرق واحد. والاخوان والاخوات ما عاودوليش السر. انا في الوراق مع الحاله المدنيه خديت ميمونه بنت محمد كأم وبنت تزوير في الحاله المدنيه بان تزوير في الحالة المدنية عبر هاد الورقات اللي لقيتهم في الدار كان مخبعهم الوالد لمدة 24 سنة فاش مات. هذه حالة مدنية اش فيها؟ هذه حالة مدنية وحدة ديال حسن
حسن بزاف خويا ولكن ما خويا ما والو. انا طلعت عليه مو ماشي موي وبا ماشي باه، مين غيكون خويا؟ خويا خاص في المعسكر اللي تربينا فيه تحت سقف واحد، معسكر تربينا فيه، معسكر اش نقول لك، ارهابي اكثر من ارهابي. ها انت هذا حسن 1961، هذه الام ديالو ميمونه بنت محمد، وهاد العمر ديال ميمونه بنت محمد ماشي ديالها، حيت العمر 1938 ماشي هو العمر ديال ميمونه بنت محمد اللي كتاخذ الاسم العائلي. معرفة ميمونه بنت محمد ما داروا ليهاش الاسم العائلي، خوتها ما باغيينش تاخذ الاسم ديالهم باش ما تقيس الشرف ديالهم، حيت كيعرفوها شنو هي. والاخ ديالها كان الشيخ الحومة هو اللي شهد ليا انني ولد اختو، ودخلني في الحاله المدنيه مع اختو، ودارني كوارث. ومنين كنت كنشوفها من الاراضي كتقسم، انت ما ورثتيش؟ ما ورثتش، كنشوف الاراضي كتقسم لولاد الشيخ والاخت ديال الشيخ كتسرق قبل من ولاد الشيخ، وانا كنشوف الاراضي كتقسم كتفتحوا في الاراضي، وانا حفيد ديال الشيخ محمد. معرفه الشيخ محمد ما استفدتيش من الورث؟ ما استفدتش. شنو العلاقه ديال الورث بامك اللي مختفيه؟ امي اللي مختفيه دابا لحد الان، دابا مازال كنهضروا في الام اللي مختفيه ولا؟ اه دابا انت مع ما فهمتش تلفت، دابا مع الام المختفيه خدتني ميمونه هادي كولدها. وباش عرفتي بان ميمونه ماشي امك انت؟ عرفتها بهاد جوج وريقتها الحسن تزاد 1961، ها جميله 63، ها عبد الوهاب 64. ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ ما يمكنش المراه غتولد 63 وتعاود في 64. خديت انا المكنه ديال جميله، جميله تزادت وماتت نفاوها، فاش عرفوا ان كانت جميله رجعوها من التحت في 63، انا خديت المكنه ديالها 64 وجميله رجعوها ل 63، ولكن انا خديت رقم 8 في الصفحه ديال الحاله المدنيه، جميله قبل مني وخدات رقم 9 في الصفحه الحاله المدنيه. بغيت الحاله المدنيه ديال الاب يجبدها هذاك خويا اللي كانت عنده باش نتعرف على الصفحه واش انا رقم 8 ولا، حيت جميله قبل مني راها في رقم 9. ها هي رقم 9. شوف دابا انت ما عرفتش فوق زديتي. انا ها داروا لي التاريخ 3/12/64، جميله داروا ليها 63. شكون هي جميله؟ بنت المربيه ديالي. مازال كتقول لها مربيه؟ لحقاش ماشي امك؟ ماشي امي، انا غنكرها يوم الدنيا والاخره غنكرها. لا هما بينوها لك على اساس بانها امك في الوراق، كانها امي. كانها امي، ولكن الام ديالي. كيفاش عرفتيها ماشي امك؟ اه عرفتها بهاد الوريق، بهاد التسجيلات ديال الحاله المدنيه. شوف يعني الا كانت هذه امي ميمونه بنت محمد كيعني انها انت ما فهمتي والو هنا. لا والله ما فهمتي حاجه. شوف كيعني انها ولدت على 10 سنين الولاده الاولى، حيت الحسن تزاد في 63، قبل حسن ولدت 5 د المرات، وفي 63 هي كانت عندها 23 سنه. في 61 اللي تزاد حسن كانت عندها هي 23 سنه، انها تزادت في 38 1938. فاش تزاد الحسن عندها كيعني هي عندها 23 سنه. نعم. ولكن كاينين 5 د الولادات قبل حسن، 5 د الولادات قبل حسن عندهم عامين عامين و9 شهور، عامين عامين ديال الرضاعه، حولين ديال الرضاعه و9 شهور لكل شخص ديال الحمل، كتعني 13 سنه و9 شهور نقصوها من 23 سنه، شحال غتبقى؟ غتبقى 10 سنين. هاد ميمونه بنت محمد ما ولدت على 10 سنين. ميمونه بنت محمد في هاد القصه نهار اللي دارت الام ديالي الحاله المدنيه، حيت داروها مؤخرا، ميمونه بنت محمد اما كانت مخطوطه عند شي عصابه في الرباط، واما ماشي امي هادي ميمونه بنت محمد، اما امي هي اللي شفعت الحاله المدنيه ودارت الاسم ديال المربيه ديالي، ولكن العمر ديال الام ديالي هذا العمر اللي كاين هنا عند حسن ديال الام ديالي ميمونه بنت محمد امين حسن الحقيقيه كانت اما مخطوفه اما كانت في الحبس.
واخا دابا الام ديالك فين راه الام ديالي الحقيقيه هي السكنه الرباط الزعير الحسناوي عيشه. دابا انت كتقلب على الحسناوي؟ كنقلب على الحسناوي عيشه، كيعني الاسرار اللي معلقه بها اكثر من السير ديالها، حيت انا 56 سنه عايش يعني كراهين عندهم طول حياتي راهين، من نهار تخديت انا عريان، من نهار تزاديت الطفل، من ذاك النهار وانا في المعسكر مع هذا الجيش. واخا الام ديالك دابا فين راه الحقيقيه؟ خلينا من هاد من المربيه، خلينا من هاد العائله المربيه، بغينا نعرفوا الام ديالك فين راها، وفوقاش انت كتقلب على الام ديالك. الام ديالي اختفت في 75 1975. انا ما اكتشفت السر حتى 2021، ما كنتش كنقلب عليها، كانت كدور لي فراسي انها مرت الوالد صافي. هاد العام اكتشفت السر؟ هاد العام 2021 عاد اكتشفت السر انا. ودابا الام ديالي عندها الحسناوي عيشه، الاسم العائلي ديالها الحسناوي عيشه الرباط الزعير. كليت معاهم الخبز في ديك الدار كتعدي 4 سنين وانا كنعقل، عارفهم ساكنين من الواد لهيه، كنقطعوا الواد في الفلوكة داك الوقت ب10 دريال باش كنمشيو للرباط الزعير. واخا علاش ما سافرتيش دابا للرباط الزعير وقطعتي الواد وقلبتي على الام ديالك تما؟ ما عنديش الامكانيات باغي ننشر هاد القصة ولا على وعسى غنكون انا مسروق منها ما عارفانيش باش باغي تعرف. وإلا كانت هي دافعاني في الغرامة شكل اخر عاوتاني غتكون هي مخبعة مني، حيت الوالد عشت معاه ما قال لي والو، ستر السر، ما قال ليش امك راه فلانة. الوالد توفى؟ قتلوه الوالد. لا. الوالد تقتل. هذا اللي قتلو دخل الحبس؟ لا، وهذه غير قصة غتكون. الوالد دابا متوفي، وقبل ما يتوفى ما قالكش الام ديالك الحقيقيه شكون؟ ما قاليش. اش كان كيقول لك هو؟ هو ما كان كيقول لي حتى حاجه عليها. من نهار اختفت صافي، جا واحد النهار في ديك الوقت ما عرف فين مشى، رجع غاب شي يومين، جا عندنا انا باقي صغير في ذاك العام، نيت في ذاك الايامات نيت فاش اختفت، بقيت عمراتي في الدار حنا مجموعين بالليل كنستناو نتعشاو، قال لينا راه مشيت وطلقتها. هاد الكلمه اي كانت باش ناخذها في عقلي انا، الام ديالي كتوضح ليا انها وقع ليها شي فخ في الريف في جبال الريف. اش دير؟ يهرشليين تازا ميمونه بنت محمد هي المربيه ديالي، والاخوات ديالي جوج كانوا معاها نهار اختفت، اقلعي مغنيه بنت مسعود واقلعي حاده بنت مسعود، كانوا في الدار. دابا الام ديالك اللي كانت كتسمعنا ولا وصلها هذا البث المباشر قناه شوف تي في او وصلها الفيديو ديالك من بعد هذا البث المباشر، شنو غتقول لها باش تقدر تعقل عليك؟ علاش هي كانت كبيره ما تعقلش؟ انا كنت صغير وعقل على كل شيء، راه غادي تعقل وغادي كل شيء، سوى الا داروا ليها شي حاجه حمقوها. الا حمقوها واخا هاد الام هادي انت اللي كتقول امك حقيقيه، حقيقيه من عام عشتي معاها وهي عشت معاها 11 عام واخا من نهار تزاديت حتى 1975، تزاديت في 65 في البدايه التالي 64 واختفت في 65 في 75. من 65 ل 75 آه. شنو شي حاجه اللي قد الام ديالك تعقل عليك بها؟ السميه ديالي اقلعي عبد الوهاب بن الحاج مسعود. قلت لي خرج تسخر وانت ما رجعت ولا اخر مره شتيها؟ اخر مره شتيها هي اخر مره شتها في نهار الاربع نهار الخميس مع الصباح، فطرت مشيت للمدرسه رجعت في العشيه قالوا لي السياده مشات. فين مشات؟ راه شدت واحد الطريق في اتجاه طريق السيار، وصعيبه طريق صعيبه الادغال فيها الجبال فيها الحجر، يعني الطريق الكسيبه وصافي. تاسفت ليها الا كانت شدت ديك الطريق، وهي كانت قصيره وصحيحه، قصيره وصحيحه، كانت كتولد جوج جوج على ما كانوا كيقولوا. كيفاش جوج جوج؟ انا شفت جوج ديال ولادها ماتوا قدام عيني. كانت كتولد في 1972، كانت كتولد قدام عيني مقابلينها هادو ثلاثه العيالات، المربيه ديالي وجوج بناتها، ماتوا ليها جوج دراري تقشرت لهم الجلده، وسمعتهم كيهضروا على الدم المغدور واحد اليومين صافي ما فهمت والو. فاش اكتشفت السر
قلت لواحد صاحبي اشنو هاشنو، قال لي الدم المغدور راه كيقتل الدراري صغار. هادشي بعدنا ما نديرو بيه في هاد الساعة. مازال كتقلب على امك؟ قرني شويه. مازال كنقرب على امي، مازال كنقلب على امي. دابا انا درت هاد النداء، الا جاوبوني هو هذا باغي يجاوب، غيجاوبوني هما العائله ديال امي ولا امي ولا ولادها. راه عندها خويا، عندها توأم معايا، راه معاها شي واحد كيشبه لك. جا راقبني، ما عقتش بيه. كيشبه لك سواء كيشبه لي، هو قصير شويه. جا راقبني، شكيت انه هو التوأم ديالي اللي كبرت معاه، لا اللي تزادت معاه وما كبرتش معاه. شتي جا عندي الاجدير، سولني على شي مسائل وريتهم له، ولينا بقينا كنتلاقاو انا وياه في القهوه في اجدير، حيت دار راسو انه جا العين الحمراء، حيت باغي يشرب الماء د العين الحمراء، عندو شويه ديال الدجاج في سميتو في المعده ديالو. واخا قال لي انا جيت، وهو كذب عليا هاد السيد، ما قال ليش انا جيت من الرباط، ما راقبتش الاوراق ديالو. قال لي انا مكازا، درتو صاحبي، خديتو صاحبي، بقى تما في عين حمراء اجدير كيدور، كنتلاقى معاه مره مره. واحد النهار ديتو تال الدار ديالي. هذا التوأم ديالك؟ هذا انا شكيت فيه انه التوأم ديالي، الشبه ديالي هو قصير شويه، غيعرف راسو الا كان مع الوالده في الريبه الزعاف. التوأم ما كيكونش، كيكونوا نفس التقاده ونفس الوجه ونفس كلشي. هو قصير شويه. هو ما كيكونش قصير، كيكونوا مقادين حتى في الطول. نعم سيدي. هذا قصير شويه الوجه ديالي. واحد النهار جلس معايا هو كيخلي اللحيه، انا كنحسن اللحيه. رانا واحد النهار بقيت ربيت اللحيه، قلت له احنا دابا بحال بحال الشبه، فوتوكوبي. هو قصير شويه انا طويل. ما هضرلكش على امك الحق، ما هضرليش. يمكن صفطوه من تما من الديار من رباط الزعير. انا شكيت، الله اعلم واش خويا ولا الشبيه ديالي. انا شكيت، هو ما قال لي حتى حاجه، ولكن دازت شي عامين فاش عرفت السر رجعت للوراء وطلعت داك السيد انه تشبه ليا، وجا سولني انا بلادي وجلس معايا، استعملته كصاحبي، كنت تلقاو في قهوه مره مره. باش تقول للمشاهدين اللي المشاهدين والمشاهدات لهم شحال من عام وتكدبر الام ديالك، واش غتحبس؟ انا كنت، انا ما كنتش عارف، ما كنتش كنقلب، انا كنت على نيتي، ما بيا ما عليا. انا القساوه ديال خويا حسن حرم ليا جوج ثلاثه د العيالات، وتلف ليا ثلاثه الدراري. ولدي عثمان راه مرمي عنده 20 سنه ما عرفتوش فين هذا ولدك. ولدي عثمان راه عطاته امو، شهد ليه الشيخ وشهد ليه خويا حسن انه ما عنده حد. ولدي عثمان راه مع واحد السيده كيعيش معها، شفتو في الفيسبوك، ما عمرني شفتو، عقلتو، كتبت له اعترف بيا، وريت له مو الحقيقيه والقم الحقيقيه، ما بغيتوش يعيش الظروف اللي عشتها انا. والسلام. اش تقول الناس على حسب الام ديالك؟ الناس، انا نستمر في البحث ديالي حتى نلقى الام ديالي. الا ما لقيتش الام ديالي حيه، غنلقى المكان ديالها فين دفنات، عترتاح، عاد نرتاح نفسيا. انا النفسيه ديالي مقيوسه، انا النفسيه ديالي مقيوسه وما خدامش، وقتلوني بالهموم والحبس، وكانوا كيديروا ليا مشاكل، كيجبدوا الناس، هما ما عندهم لا قوه لا شجاعه، كيجبدوا الناس عمدا. انا كنمشي كنضرب الناس، كنصدق في الحبس عده مرات، ماشي مره واحده. هذه الرساله ديالك، هذه هي الرساله ديالي. فمتابعي قناه الشوف تي في، معنا هذا الصديق يقول ان الام ديالو غادرت المنزل اللي كانت عنده 11 عام، لحد الان كيبحث عليها وكيتمنى ذوي القلوب الرحيمه اللي كيعرف هذا الشخص واللي كيعرف هذا السيد الاسم الام الحقيقي. الحسناوي عيشه، الحسناوي العيشة من رباط الرباط الزعير، الرباط الزعير، انه يتواصل مع الحسناوي اللي يتواصل مع الابن ديالها. وكان خاطر جميع الناس اللي كيحملوا الاسم العائلي الحسناوي يتضمنوا معايا. انا وقعت لي كارثه في الريف، انا امي تحقرات في الريف، عربيه في الريف، انا تخاديت كولد اجنبيه ان شاء الله، يعني في البلاد ديال الاب والاجداد
عشت اجنبي. اسمعني، يعني يتضامنوا معاك، يقلبوا معاك على الام ديالك، هذا هو الموضوع ديالنا. احنا دابا هنا جايين باش نقلبوا على البحث على الام ديالك. والام ديالي ما خديتش ما خديتش منها الاسرار الكافيه، كيعني الام ديالي ما عشتش معها باش توري لي العدو من الصديق، عشت مع المربيه بدلت لي الحلم وبدلت لي كلش، وليت كنحلم بها ما كنحلمش بامي. مع الاسف هذه كل خير، فنتمنى حتى عائله حسناوي ان توقف مع هذا السيد وتقلب له على الام ديالو اللي يقول انها في رباط الزعير باذن الله. ومازال غنتلاقاو مع هذا السيد هذا. انا غادي نستنى جوج سيمانات، غنستنى الرد ديال هذه القصه ديالي من عند دوك الناس. اذا ما جاوبونيش في هذه جوج سيمانات عندي واحد المحكمه اثنين جاية من غير هادي، ندوز المحكمة ديالي في تازة، غادي نمشي لرباط الزعير نقلب دار دار وغتلقاها ان شاء الله. غتلقاها الى اللقاء. عيب.